بعد سلسلة الخلافات ما بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن امتيازات الإقليم، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني يزور العاصمة بغداد ويلتقي بزعماء وقادة العملية السياسية في خطوة لإنهاء الخلافات العالقة ما بين المركز والإقليم، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الاندفاع يعني الإدارة في الإقليم نحو بغداد من أجل استعادة المكاسب التي يعني بعضها تم فقدانها من قبل الإقليم بسبب الاستفتاء الفاشل، ومن هنا لاحظنا يحاول إدارة الإقليم وعلى رأسهم مسعود برزاني تصفير الأزمات مع بغداد وأيضا العودة مرة أخرى بشكل أقوى. طبعا هنالك ترحيب كبير من قبل أغلب الشخصيات والزعماء الكتل الذين التقوا بمسعود برزاني. بعض المطالب للإقليم إذا كانت ضمن الدستور لا أظن أحد سوف يتقاطع مع مسعود برزاني، وبالتالي سوف تقدم هذه الاستحقاقات أو المستحقات للأخوة الأكراد. المحاور التي تطرق إليها مسعود البرزاني أثناء لقائه مع الشخصيات السياسية يبدو إنها تقف خلفها عدة أهداف يسعى لتحقيقها بذريعة حقوق الشعب الكردي، ألا إنها تأتي وفق رؤية تصب بمصلحة حزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا ما يراه مراقبون. يعني جميع المحاور رغم أنها مسألة طرح حل أو رؤية لحل المشاكل العالقة فيما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وخصوصا نسبة 17%، تأتي وفق رؤية خاصة بالحزب الديمقراطي الكردستاني لا تصب في مصلحة الشعب الكردي وكذلك العراقي. ومن هنا نستطيع أن نقول أن على الكتل السياسية وخصوصا الشخصيات التي تلتقي بالسيد مسعود البرزاني أن تتعامل معه على أنه زعيم حزب وليس زعيم قومية. طابع تصفية الحسابات الحزبية طغى على زيارة البرزاني إلى العاصمة، ولا سيما إن بعض الأطراف السياسية الكردية صرحت بأن زيارة مسعود البرزاني إلى بغداد جاءت لتصفية حسابات حزبية لا تمثل حكومة الإقليم، وسط تصريحات من قبل النواب الديمقراطي الكردستاني تؤكد على أن الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان. ويرى مراقبون إن هدف زيارة مسعود البرزاني إلى بغداد هي خطوة لتثبيت امتيازات إقليم كردستان، ومنها رفع نسبة الإقليم إلى 17% في موازنة عام 2019. من بغداد، صقر منذر، دبليو تي في.